راشلة من الأصدقاء تغيير الجو والخروج من ضغط الدراسة. يمتلكها أبو واحد من أفراد الشلة، فاصطحبوا معهم كل ما يلزمهم من أكل ووسائل للترفيه. وعند وصولهم إلى الضيعة التي توجد في منطقة نائية، أخذوا يتصفحون المكان. كان المكان جميلا وخلابا، بعيدا عن الضوضاء وضغط المدينة. وبينما هم هناك، أعدوا طعاما وأخذوا يرقصون ويسبحون في المسبح الخاص بالضيعة. وكانت هناك فتاة مستلقية على أريكة بجانب المسبح، فرأت رجلا من الجهة الأخرى للضيعة يحدق فيها بشكل غريب. فاستغربت الأمر وقالته لباقي أفراد الشلة. عند المساء وبعد تناول وجبة دسمة، قرروا أن يلعبوا لعبة الحقيقة. وقد اصطفوا في دائرة، وأخذ أحدهم قارورة فجعلها تدور لمبادرة الشخص الذي توقفت عنده القارورة بالسؤال أو الحكم عليه بشيء للتسلية. فلما توقفت القارورة عند أحدهم، أخذوا يسألونه عن أسئلة خاصة بحياته الأسرية، وحكم عليه أحدهم بإغماض عينيه والجري في الممر بأقصى سرعة. بادر الشخص المحكوم عليه بالحكم على الفور، وبينما هو يجري تعثر وارتطم بخزانة سقط محتواها، فجرى الكل نحوه ليتفقدوه، ولحسن الحظ لم يتأذى. ولاحظ بعضهم في الأشياء الساقطة من الخزانة لفافة قديمة، أخذ يتصفحها فإذا هي لعبة. بادر بالضغط على زر التشغيل فبدأت أزرارها تضيء، فأخذ الفضول يحتوي المجموعة ليعرفوا محتوى اللعبة. وبعد لحظة خرجت بطاقة، أخذ يقرأها أحدهم فإذا هي تعليمة لتفسير كيفية اللعب. أخذ أحدهم يقرأ والكل ينفذ التعليمات، ومن ضمنها أن يضع كل واحد منهم إبهامه في حفرة من مجموع 8 حفر. ولما اكتمل عدد الأصابع حدث شيء لم يكن في الحسبان، حيث وخزت اللعبة كل إصبع وأخذت منه قدرا من الدم لتجتمع في المنتصف، وتظهر رسالة تفيد أن المجموع المراد قتله هو العدد 24، وأن اللعبة ستقضي على صاحب الأصبع الأول إن لم يقتل أحدا قبل التوقيت المحدد منها. استغرب الجميع شروط اللعبة وألقوا بها بعيدا، فقرروا لعبة أخرى. يقترح أحدهم أن يلعبوا تحدي التنفس تحت الماء، فاقترح أحدهم البدء، فمكث تحت الماء 30 ثانية ثم خرج من المسبح، ثم دخل آخر ومضت 40 ثانية ف50 ودقيقة. ارتبك الآخرون فقرروا أن يروا صاحبهم، فدهشوا لما طفت جدته على سطح المسبح، فأخذوا يصرخون غير مصدقين. وبينما هو هناك، خرج أحدهم من المنزل وفي يده اللعبة وقد أضاءت مرة أخرى، مشيرة إلى الرقم 23 ومنطقة أصبع الغريق قد أطفئت. ذب الذعر في المجموعة واستيقنوا أن الأمر لم يعد لعبة بل لعنة. وخرجت رسالة أخرى تقول يجب قتل أحدهم كي لا تقتلوا. وفي ذلك الحين سمعوا طرق الباب، فإذا هو الرجل الذي كان يحدق في الفتاة آنفا، فأخذوه وقيدوه، اتهموه بقتل صديقهم، ولكنه نفي الأمر مجيبا أنه سمع صراخهم وجاء ليستقصي الأمر. أخذ أحدهم سكينا من المطبخ وأراد أن يجهز عليه، فاعترضوه وقال لهم إن لم نقتل أحدهم سيقضى على أحدنا. فقرروا في الأخير قتله، فطعنه أحدهم بالسكين ليظهر الرقم 22 على اللعبة، فأيقنوا أنهم في جحيم. كيف للعبة أن تتحكم في مصيرهم؟ وإذا أرادوا المزيد من الضحايا أين يجدوهم وهم في منطقة نائية؟ إن الوقت يمر، وإن لم يجدوا أحدا سيقتل التالي منهم، وذلك ما حصل بالفعل. حيث لم يجدوا أحدا ومر الوقت، فإذا بأحدهم يختنق محاولين إسعافه لكن دون جدوى، قد فارق الحياة في ذهول منهم، وكل منهم كان متيقنا أنه التالي إن لم يجد أحدا ليقتله.
وفي غفلة من أمرهم أخذ أحدهم سكينا وبادر بذبح أحدهم ودخل في حالة هستيرية، فقرروا الفرار منه ومن الضيعة كلها. وبينما هم في الطريق ملطخين بالدماء اعترضتهم سيارة شرطة للتفتيش، فخافوا من المساءلة وأن يكتشف أمرهم، فألفوا قصة أنهم تعرضوا إلى حادث عندما مر غزال في الطريق فانقلبت بهم السيارة. ولكن بعد فحصها من طرف الشرطي علم أنهم يكذبون، فأشهر مسدسه بنية اعتقالهم وضربه أحدهم بحجر من الخلف فأرضاه قتيلا. تضيء اللعبة مرة أخرى وتشير إلى الرقم 19. كيف سيتمكنون من قتل 19 شخصا للخلاص من هذه اللعبة؟ وفي صمت منهم لاحت لأحدهم فكرة عندما واصلوا مضي في الطريق وكانوا بجانب مستوصف، أن يدخلوا إلى هذا المستوصف ويحاولوا قتل من فيه ظانين منهم أن من فيه كلهم مرضى وأنهم معرضون للموت في أي لحظة. راقت لهم الفكرة فدخلوا إلى المستوصف ليلا كي لا يعترضهم الأمن، فأخذوا يقتلون واحدا تلو الآخر، وفي كل مرة كانوا يقتلون أحدا كانوا يفقدون الشفقة التي كانت فيهم. أحس أحد الأمن أن هناك جلبة في الداخل، فقرر الدخول متسللا شاهرا مسدسه، فاستطاع أن يقتل ثلاثة منهم، فبقي اثنين كانوا على وفاق وطيد. قرر الاثنين الاختباء، وبعد برهة رأوا الشخص وفي يده مسدسا، فضربه أحدهم بالسكين فأرضاه قتيلا. في تلك اللحظة استقر العدد المتبقي على اللعبة الرقم واحد، فأخذا يفكران ويبحثان عن الضحية الموالية، فلم يروا إلا الجثث التي كانت ضحاياهم. إن الوقت يداهمهم وبدأ في الإسراع، فأجهز أحدهم على صديقه الآخر طاعنا إياه، متوسلا له أن يسامحه على فعلته وهو يبكي محتضنا إياه. وبينما هما على تلك الوضعية انطفأت اللعبة، فرأى الشخص الأخير المتبقي على قيد الحياة أضواء كثيرة ومحادثات لاسلكيات قريبة منه، فعلم أنها الشرطة فاستسلم وتم اعتقاله. آخر شرطي قبل خروجه لاحظ اللعبة ملقاة على الأرض فأخذها ووضعها في سيارته. بعد إتمام دوامه قرر الالتقاء بأصدقائه في مقهى مجاور وقص عليهم حادثة ذلك اليوم في المستوصف، فسأله أحدهم عما يحمله فأجابه أنها لعبة وجدها في منطقة الجريمة، فقرر أن يأخذها لولده. فلما تصفحها أضاءت مرة أخرى لتقرر مصير الشرطي وأصدقائه وإدخالهم في لعنة أخرى.